لسعادة الدكتور أحمد الشريفة من عمل الدول الرياضي، وسعادة الدكتور عبد الكريم سلطان العلماء الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجليلة، فأهلا ومرحبا بهما وبكم. نتقدم بالشكر لمجلس الدول الرياضي على استضافته هنا اليوم. احنا كمؤسسة الجليلة مؤسسة غير ربحية تهدف إلى رفع مستوى الحياة الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. نحن مؤسسة أسسها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وأطلقها في أبريل 2013. لدينا ثلاث محاور: ندعم الأبحاث الطبية، وندعم التعليم الطبي، ونعالج المحتاجين في دولة الإمارات العربية المتحدة. إحنا مؤسسة لدينا حوكمة واضحة ننتهج فيها أفضل الممارسات العالمية في إدارة المؤسسات الخيرية. إحنا كمؤسسة طبية لدينا خمس أمراض نعالجها ونهتم فيها: السمنة، أمراض القلب والشرايين، السكري، السرطان، والصحة النفسية. فإذا إحنا بندعم يعني أبحاث عن السكري وعن السمنة، لازم نتوجه للرياضة، لأن إذا توجهنا ودعمنا الرياضيين والرياضة بالعكس نحمي المجتمع من السمنة ومن السكري. فأفضل مكان نتعاون معه هو مجلس دبي الرياضي. نشكر لكم هذا الحضور وهذا الترحيب. طبعا إحنا من خلال المؤسسة الجديدة اللي لها دور كبير واضح في المجتمع، ولو أنه قصير لأنه مؤثر، ويمكن إحنا ارتبطنا فيه أو اهتمينا فيه كولة. يعني تعتمد هذه المؤسسة في عملها على الجانب العلمي وعلى البحث العلمي أكثر من أي شيء ثاني، وبالتالي هذا يمكن يكون يعني جانب مهم ودور مهم قد يكون خلال السنوات الماضية مفقود بعض الشيء لدى المؤسسات الكثير الموجودة في دولة الإمارات. فأتمنى إن شاء الله بهذه الاتفاقية أن احنا نوصل إلى مرحلة معينة نحاول من خلالها طبعا في البداية دمج البرامج المشتركة. يعني عندنا احنا برامج في مجلس دبي الرياضي مرتبطة بمثلا الماراثون الصحراوي، نبض دبي، البرنامج غرس، اليوم العالمي للنشاط البدني، أسبوع التغذية، الطواف، وغيره من البرامج الكبيرة اللي بدأت تأخذ وضعها يكونون أيضا هم مشاركين إن شاء الله فيها بما يعني توفر لديه. وفي نفس الوقت احنا نشارك وياهم في يمكن مشروعين مهمين بالنسبة لمؤسسة الجليلة، هو الماراثون العمودي وسباق الإمارات السبع، وهذا أيضا إن شاء الله راح يكون في لنا دور في تسهيل مهمة إقامة الماراثون، وفي نفس الوقت نجاح إن شاء الله مع الإخوان. أيضا نحاول إن شاء الله من خلال البرامج اللي ننظمها مع المؤسسات والهيئات الدولية، أن في بعض المبالغ اللي تدفع نظير الالتزام بمؤسسات المجتمع المدني، وهذه معروفة في كل دول العالم أن في أي حدث كبير هناك بعض العوائد من هذا الحدث. العوائد هذه على مستوى بعد إقامة الحدث من خلال يعني العوائد اللي تحققت تروح لمؤسسات البحثية أو مؤسسات المجتمع المدني اللي تساعد على حسب القرب. احنا يمكن في بداياتنا كنا ندفع لبعض المؤسسات الخيرية البحث ومؤسسات المرتبطة بالجوانب الشؤون الإسلامية، والآن الحمد لله لدينا بعض المؤسسات يعني اللي ممكن تتوظف فيها هذه العوائد بصورة يعني أفضل. وفي نفس الوقت دكتور احنا أيضا نطمع أن نكون مش بس هذا، نطمع أن احنا نكون يعني من خلال المحركات الأساسية لعملكم أن احنا نقوم ببعض الدراسات اللي نحاول نجمع لها فند بيننا، مثل الدراسات المرتبطة بأمراض الوراثة والسمنة اللي هي والسكر. السكر عندنا مع عدد المعدلات احنا نحاول نحاربه، والجوانب المرتبطة بالنشاط البدني في دراسة مهمة احنا كنا نتمنى ان احنا نسويها، لكن اكيد انكم يعني تساعدونا فيها، ونتمنى ان يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا العمر ونسويها، اللي هي دراسة العوائد كيف يمكن أن احنا نقلل الفاتورة العلاجية من خلال مزاولة النشاط البدني. هاي الدراسات قليلة على مستوى العالم، وفي بعض الخبراء ومن خلال الخبر اللي عندكم نحاول نشتغل هاي الدراسة أن احنا كيف نقدر نخفف أو نقلل من فاتورة العلاج. هذا مشروع كبير
الدول يعني على عدد الأصابع اليد اللي سوتها على مستوى العالم. فإذا ممكن أن احنا نسويها مع بعض ونحاول وياكم نشتغل على أن يكون في فند معين لهذه الدراسة بالإضافة إلى بعض الدراسات الأخرى اللي إن شاء الله يعني تأخذ دورها وتأخذ يعني وقتها. مرة ثانية نرحب فيكم ونقول لكم أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله على البرمجة الموضوعة راح تلاقون كل عون إن شاء الله من المجلس، وعلى الرحب والسعة.